ولتسليط الضوء أكثر على معاناة النازحين السوريين في المخيمات في ظل الأوضاع الصحية والمناخية السيئة، تنضم إلينا فاطمة جابر الناشطة في العمل الإغاثي واللاجئين عبر الهاتف من تولوز بفرنسا. أهلا بك معنا سيدة جابر. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بك. في كل شتاء يعني كما تعلمين تتكرر مأساة النازحين في الشمال السوري، كيف تصفين لنا الحالة، حالة المخيمات في هذا الشتاء؟ يعني الموضوع ما عاد مخفي على أي أحد، كل الناس عم بتشاهد شاشات التلفزيون، عم تسمع الأخبار، عم تقرأ الإحصائيات. تنديد تنديد تنديد، يعني ما في خطوات عملية. يعني حتى مارك لوكك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية بيان صحفي له بيقول إنه في 5 ملايين لاجئ سوري خارج سوريا، 6 ملايين نازح داخل سوريا، و11 مليون لاجئ، مو لاجئ، 11 مليون واحد بالمدن السورية كلهم بحاجة لمساعدات إنسانية. بينهم هدول أكثر من 4 ملايين طفل عم بيعانوا من سوء التغذية المزمن، عدا عن الأطفال اللي عم بتموت من البرد، خيام عم تغرق بالوحل. مأساة وضع اللاجئين وتحديدا بالشمال السوري، يعني اللي عم بتعرضوا لقصف ولغارات، قتلى، يعني قتلى جرحى، وضع مأساوي، يعني مأساوي. طيب سيدة جابر، ما هي قيمة هذه يعني الإحصائيات والتحذيرات من المنظمات الدولية في ظل كل ما يجري؟ يعني هل يتم تقديم المساعدات؟ ما هو موقف المنظمات الدولية من أزمة النازحين وما هو تقييمكم لها؟ لما الأمم المتحدة بتناشد لتقديم المساعدة بيحصل من المساعدة على الطعام أقل من 20%، هاي على مستوى الأمم المتحدة. جمعية يعني جمعيات في هيك حركات فردية يعني عم بتقوم بمحاولة المساعدة، وكله عاجز، كله عاجز. يعني يعني بيعجز الإنسان. هلأ الإحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بكانون الثاني عم تقول في 300 قتيل نتيجة الغارات. مين مسؤول عنهم هدول؟ يعني إذا الأمم المتحدة عم توقف عاجزة وبتستنكر وبتناشد، هذا الموضوع يعني فاق كل الخيال، يعني فاق كل الشيء له علاقة بالإنسانية. الموضوع بده حل جذري، يعني مو مناشدات، مو طلب مساعدة، مو يعني ما أنا مو عارفة، أنا عاجزة بصراحة عن الحكي. طيب بالنسبة لي يعني الحملات الطوعية والإغاثات الأهلية يعني إن صح تسميتها، كم تغطي من حاجة هؤلاء النازحين؟ يعني مهما كانت هاي الحملات كبيرة بدي بدها تغطي 10% 20%. في مثلا فريق ملهم عم بيقدم فحم، عم بيقدم مازوت، في حملة خيرك دفا، في حملة وفا من هولندا، في يعني مجموعة ناس بس عم يعملوا، هاي مجموعة جمعيات يعني عم بتحاول تعمل شيء، بس ما بتغطي كل شيء، ما بتغطي كل شيء، ولا بتغطي 20% من اللي بحاجة له هاي الناس بالمخيمات. من سيدة يعني فاطمة، من الذي يتحمل مسؤولية كل ما يجري في المخيمات؟ أولا وأخيرا إذا بدنا نرجع بالخلفية يعني لبداية هاي المأساة، لبداية الحرب السورية، اللي بتحمل هاي المسؤولية النظام السوري، ومن بعده المجتمع الدولي والأمم المتحدة. يعني لولا هاي الحرب ما وصلت الناس للمخيمات. يعني حتى في بنفس إدلب، بنفس الشمال السوري، في ناس نتيجة القصف عم تهرب مثلا من إدلب، من ريف حلب الغربي، عم بنفس المنطقة عم تحاول تفتش على يعني على سكن آمن أكثر. من فترة سمعنا بتوأم توفوا عمرهم يمكن 7 أشهر أو إشي، توفوا من البرد، هن من نفس المنطقة، بس لما صار القصف حاولوا أهلهم يلاقوا غرفة طين يقعدوا فيها، فتوفوا الطفلين. يعني عم بحاولوا يحصروا الناس ببقعة جغرافية محددة صغيرة
لا يعني يسهل القضاء عليهم هيك يعني بمختصر الكلام. يعني انا بتذكر نشرت لما طلعت الناس المحاصره من الجنوب السوري، نشرت بوست عندي على صفحه الفيسبوك، قلت انه هاي الناس لانه المحاصره ان كان بحمص لما عملوا تسويه معها وادفوها للشمال، او كان بالغوطه وطلعوها للشمال، او بالجنوب جنوب دمشق بمخيم اليرموك بالحجر الاسود بيلدة ببيلة، حفروا هاي الناس بالبساط وطلعوها للشمال. كتبت بالحرف الواحد انه انا عندي مخاوف انه هاي الناس عم تنحصر بمنطقه جغرافيه صغيره ليتم القضاء عليها، وهذا اللي عم يحصل. نعم، إذا فاطمة جابر الناشطة في العمل الإغاثي واللاجئين كنت ضيفتنا عبر الهاتف من فرنسا، شكرا جزيلا لك.